جهات المملكة. الفعاليات تروم إبراز قدرة التلاميذ ومهارتهم في مجال الروبوت، فضلا عن تطوير ابتكاراتهم من أجل الظفر بفرصة المشاركة في بطولات دولية تهتم بمجال الروبوتك. حسن زكي ومصطفى ودة. بعد تنافس 156 فريقا من كل جهات المملكة خلال 5 مسابقات جوية، احتضنت المدرسة المركزية بالدار البيضاء نهائيات البطولة الوطنية 7 للروبوتيك، والتي ضمت 37 فريقا لتلاميذ مؤسسات تعليمية أعمارهم ما بين 9 و16 سنة، من أجل إبراز مهاراتهم وقدراتهم في عالم تكنولوجيا الإنسان الآلي. اليوم جينا هنا باش نمثلوا المدرسة ديالنا على أحسن وجه. جينا هنا أجواء كانت زوينة بزاف رائعة. يلا دوزنا البخومي ماتش في جو دو روبو، وباقي لنا دابا صال جوجمون اللي دابا إن شاء الله باقينا بخيسك دي مينوت غنطلعو ندوزو. كنمثل مدينة أكادير تشيرة الجهادية. أنا هنا باش نوصل الفريق ديالي لأبعد نقطة ممكنة. كنمثل الفريق ديالي بلا بروغراماسيون ومشروع توليد الطاقة، وكنتمنى إن شاء الله يكون الخير. الروبو اللي خدمنا به في لي جو دو روبو، هاد الروبو كيدير لنا الوين تيرباين، كيدير لنا واتشين تيليفيجن، كيدير لنا هايبريد كار، كيدير لنا الغوشارج ديال الديناصور. طونك كوتش ديال دوز ايكيب كايزن هاي فولتيج وكايزن تندرز اللي كتواجد في كازابلانكا، ديما كنحسوا بهاد الانرجي بوزيتيف اللي كاينه هنايا، وكنشكروا بزاف لي زورغانيزاتور لا فيرست ليغو لي كاملين على هاد الانرجي اللي كاينه في الوداد، وكنتمنوا بون كوراج لكلشي. هي مسابقة ذات طابع عالمي تفسح المجال أمام هذه الطاقات الواعدة لتقديم أفكارهم ومهاراتهم في الميدان التكنولوجي وإذكاء روح الابتكار لديهم. هي مسابقة عالمية، الهدف ديالها هو أننا نطوروا المهارات ديال القرن 21 عند التلاميذ المغاربة. مثلا كان التلاميذ كيتعلموا كيفاش يبروغراميو لي روبو، كيحلوا مشاكل عندها علاقه بالتيم ديال هذا العام اللي هو الطاقه، وان باراليل كيديفلوبيو سوفت سكيلز ديالهم، مثلا حل مشاكل، العمل كفريق، لا كرياتيفيتي. مشاركة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية بهذه البطولة الوطنية كان الهدف من الظفر بمراكز مؤهلة لتمثيل المغرب في المسابقات الدولية المقبلة، في مقدمتها المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية والبطولة العربية بقطر والبطولة الدولية التي سيحتضنها المغرب شهر مايو المقبل بمدينة مراكش.